هناك الكثير منا من يعشق ألعاب الفيديو القتالية، بالأحرى هناك من يدمن مثل تلك الألعاب ويقضي في ممارستها ساعات عديدة. ولكن هل تتخيل عزيزي المشاهد أن تقودك تلك الألعاب إلى قسم الشرطة وأن توجه لك اتهامات بالقتل؟ بالتأكيد لا. تتخيل هذا الأمر ولكنه حدث في كندا. بطل قصة اليوم شاب كندي يدعى إيلي، كان يمارس هوايته المفضلة ويلعب ألعاب الفيديو بشكل طبيعي، ويتحدث إلى صديقه ويقول له: لقد قتلت شخصين. ليتفاجأ بعد لحظات قليلة بوجود قوات الشرطة خارج منزله تطلب منه الخروج إليهم والخضوع لتحقيقات عاجلة. فلماذا حدث كل هذا؟ لنشاهد هذا المقطع ونعود إليكم بالتفاصيل. I was playing the game and I butted out the phone. Okay. That was my bad. What? No. It's only me home. Okay. Valley calling to you. Keep talking to us. All right. Okay, okay. Everyone inside, okay? Nobody's inside. It's only me. Bring him out. Keep walking towards us. Okay, buddy, what's your name? Elijah. هذه المشاهد التقطتها عدسة كاميرا المراقبة أمام شرفة الشاب الكندي، والأمر يعود إلى أن هذا الشاب كان يلعب مع أصدقائه، لكنه عن طريق الخطأ اتصل برقم الطوارئ حيث كان الهاتف في جيبه الخلفي. ولكن ما زاد الأمر تعقيداً هو سماع موظف الطوارئ ما قاله الشاب لزملائه، وهو أنه نجح في قتل شخصين. بالطبع كان يقصد في اللعبة، ولكن موظف الطوارئ لم يفهم ذلك. ليقرر موظف الطوارئ تحديد موقع المكالمة وتوجيه قوات الشرطة نحوه للوقوف على حقيقة الأمر. قوات الشرطة طلبت من الشاب الكندي الخروج من منزله وقامت بتفتيش المنزل جيداً، كما أنهم أخضعوا إيلي لتحقيقات مفصلة للوقوف على حقيقة الأمر وكيف حدث هذا الأمر. قصصنا لا تنتهي، ولكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة، 1:30 بتوقيت غرينتش. وإن فاتتكم قصص اليوم يمكنكم مشاهدتها على صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر ويوتيوب. إلى حلقة جديدة من شير، إلى اللقاء.